في هذه الاثناء راه تنشر البلاغ، نظرا لحساسيه هذا الموضوع. بلاغ راه محرر، وتنتمنى ان شاء الله يكون عندنا معكم لقاء ومع المدرب ان شاء الله لدخول التفاصيل، حتى تنظن عندكم عده اسئله وعندكم عده نقاط اللي خص التوضيح ديالها. ما خبرش ما في خبرش. شكرا. كيفاش مختار الناخب الوطني سي تحصل؟ كيفاش مختار؟ غير شوي. يبقى معنا هو مازال معنا. النتيجة ديال الاجتماع ديال الأسبوع اللي فات هو القرار ديال فسخ العقد بين المدرب والجامعة. في نفس الاجتماع تقرر باش تكون لجنة تحت رئاسة ديال السي أكرم اللي غادي تتصل بالمدربين اللي غيرشحوا نفسهم باش ياخذوا المسؤولية ديال ناخب وطني، وسيما ان الاستحقاقات المقبلة قريبة وما فيهم المقابلة ديال الإياب ديال موسمبيق. فاللجنة بشرت العمل ديالها، ونهار الاثنين استقبلت 4 ديال المدربين مشكورين اللي لباو يعني الدعوة ديال الجامعة واستجبوا دونك الطلب ديال الجامعة، وجاو باش كل واحد فيهم يقدم شنو التصور ديالو، شنو المشروع ديالو، في حالة يعني تم اختيار يعني في الشخص ديالو باش يتقلد هذه المهمة ديال ناخب وطني. فاستقبلت هذه اللجنة سي العمري وسي فخير وسي توصي وسي زكي، ومن بعد ما استقبلتهم وتكلمت معهم كل واحد كان عنده فرصة باش يقدم المشروع ديالو مدة ساعة كاملة. فحروا المحضر نتاعهم وبعثوا لرئيس الجامعة على أساس باش يخبروه يعني أن المهمة ديالهم قاموا بها. رئيس الجامعة لما توصل بالتقرير ديالهم حاول يتصل بالأعضاء، ونظرا لضيق الوقت ما كانش يمكن أن نتلاقاو قبل من اليوم. فاليوم كان الاجتماع دونك ديال المكتب الجامعي، وكيف قلت لكم الأسبوع المقبل اللي فات أنه تقريبا 3 أيام ولا 4 أيام إيفيكتيفمون هذاك الشيء اللي كان، ولكن كان خاصنا الوقت باش غادي نجتمع. فالتقرير اللي كان بقى سري حتى اليوم على اساس حيت خصكم تعرفوا ان اللجنه ما كانتش مسؤوله باش تختار المدرب، كانت مسؤوله باش تصل بالمدربين وتاخذ شنو هو وجهه النظر ديالهم والبرنامج ديالهم، وما نعرفش نقول لكم هذا الشيء كله. فاذا تقرا علينا التقرير، ومن بعد ما تقرا التقرير مع كل واحد شنو قال وشنو سالته يعني اللجنه والاعضاء اللجنه، ولما نهاو اصحاب اللجنه دونك تحت الرئاسه ديال السي اكرم دونك يعني قراءه المحضر نتاعهم، دونك قالوا لنا انه في نظرهم دونك كاين السي توصي اللي هو كيبان لهم هو اللي غيكون الرجل المناسب لهذه المهمه. من بعد ما قالوا لنا هكذا كل واحد تناول الكلمه، الاعضاء الحاضرين وما كانش غياب كثير الا الناس اللي كانوا معذورين وماشي حيت ما بغاوش يجيو، دونك كل واحد من بعد ما تسنت العرض ديال الاعضاء ديال اللجنه عطى الراي ديالو، وفي اخر المطاف بكل مسؤوليه وحنينا الوقت الكافي، راه انتم كنتوا كتسناو سمحوا لنا الا كنتوا كتسناو في ظروف اللي ما هيش لائمه، ولكن ربما مستقبلا غتكون الجامعه عندها مقر جديد اللي غيكون المحل باش الناس ديال الصحافه مشكورين اللي كيهتموا بهذه الرياضه، وحنا كنعترفوا لكم بالجميل وبكل المجهودات اللي كتقوموا بها. دونك يعني كل واحد عطى الراي ديالو، وفي اخر المطاف اللي خاصكم تعرفوا يعني انه
كل واحد بمسؤولية مشى في الاتجاه ديال الاختيار ديال أعضاء اللجنة. أعضاء اللجنة فيهم سي نور الدين نيبت، فيهم سي حكيم دومو، فيهم سي عبد الإله أكرم وسي سي سلاوي. فهاد الناس يعني حاولوا ماشي غنقول لكم يمتحنوا، ولكن يشوفوا يتصنتوا من خلال يعني العرض ديال كل المرشحين اللي جاوا شكون هو اللي فيهم بان لهم يعني اكبر استعداد. ما كنهضروش على الكفاءه، الحمد لله هاد الاطور اطور عاليين في المستوى ديالهم. كل واحد راه ما نحتاجش نقول لكم شنو هما النتائج اللي حققها مؤخرا او في التاريخ القريب. إذن مسألة يعني قرار ديال الوقت ديال الظرفية، وكنتمناو صادقين باش إن شاء الله الآن دابا القرارات تخدع والمسؤولية ديال الجميع باش يحاولوا يواكب هذا القرار، لأن المصير هو ديال الفريق الوطني، ديال الجمهور المغربي اللي كينتظر الخير والكثير من الفريق الوطني. وما عنديش شك أن كل واحد فينا يحاول يواكب ويحاول يشجع ويقوم بالدور ديالو، ان شاء الله المغرب يمشي في اتجاه صحيح. شكرا. العمل المرجح سي كريم عالم الذي جعل رشيد الطوسي يدرب المنتخب الوطني باجماع من اعضاء الجامعه الملكيه اولا، وثانيا كيف ستتعاملون مع مدرب يدرب الجيش الملكي؟ هو هذا الا سمحتي غادي نجاوبك السؤال الاخر، لان كنعتبر انني راه جاوبتكم نوعا ما يعني في السؤال اللي كان من قبل. السي رشيد الطوسي الان هو يعني مدرب ديال فريق الجيش الملكي، والحمد لله راك شفتوا انه كانت عنده بدايه موفقه في هذا يعني في البطوله ديال هذا الموسم في المقابله الاولى. فما غاديش نجيو نخلقوا مشاكل للفريق الجيش الملكي. كاين مقابله اللي غادي تجي قريبه دونك 13 اكتوبر، وغادي نشوفوا باش ما كان كيفاش يمكن له يعني يواجه المشاكل اللي غيقدر يكون عنده مع النادي ديالو، وفي نفس الوقت يكون مهيئ وعاطي وقته الكافي وكل الكفاءات ديالو باش ينجح في المهمه مع الفريق الوطني. ومن بعد كتعرفوا الوتيره ديال المقابلات ولا الاستحقاقات ديال الفريق الوطني ما هماش ديال 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 النادي. ف اول مقابله رسميه اللي غادي تجي من بعد 13 اكتوبر هي غادي تكون حتى الموا دو جانفي، دونك كاين 3 شهور. وكيبان انه يعني من هنا لهيه غادي يتخاد واحد القرار مسؤول اللي ما غاديش يهين يعني لي زانتيغي المصالح ديال النادي ديالو، واللي غادي يعطي يعني كل ظروف النجاح ان شاء الله للسي رشيد الطوسي في المهام ديالو كناخب وطني. ما كتشوفوش بان الجامعه مره اخرى لم تنصت للشعب المغربي ديال المطالب؟ يعني الاختيار الاول ديال الجامعه كان كيريت، ولكن كان الجامعه لماذا لم تنصت لاختيار الشعب المغربي الذي يطالب ببيت بزاف ديال المغربيين؟ هذا شي انت كتقول هادشي، ولكن عاود خاصكم تاخذوا بعين الاعتبار ان لما كتكون يعني مجموعه كتمارس مسؤوليه كتكون عندها يعني شجاعه باش تناقش واحد الموضوع، وكتعرف ان ربما كاين ميول من هنا ولا من هنا. اخر المطاف كيف ما كان الحال الا كان واحد النوع ديال الثقه ولو غير قليله يعني في هذه المجموعه، فربما عاود خاصنا نعطيو الاعتبار لكل الاحترام لواحد الشخص اللي هو رشيد الطوسي اللي ما هوش مدرب يعني. الوغ المده ديال العقد بون سي رشيد الطوسي كيف كتعرفوا نظرا لضيق الوقت، وربما كان هذا من العوامل اللي جعلوا الجامعه باش تعاقد معاه، هو انه جا بدون شروط. فغادي يجي يعني في من نهار الاثنين مقر الجامعه باش الترتيبات ديال الوظيفه ديالو غادي تتحدد. وكيف كيمكن لكم تفهموا بلا ما نزيد نقول لكم، طبعا كاين الحاله فاش غادي ينجح كل نجاح وهذا الشيء اللي كنتمناو، كاين حاله اللي ربما يقدر يكون تعثر قدر الله يعني مع الموزمبيق، وديك الساعه نشوفوا الظرفيه كيفاش كانت، وحسب
حسب يعني اللي غادي يكونوا من النتائج في هذه المقابله ديال الاياب ديال موزمبيق، حسب واش غادي نتاهلوا او لا للكوب دافريك. كاين الاقصائيات ديال كاس العالم اللي ما بديناش فيهم واحد البدايه موفقه كثيره، ولكن الحمد لله حنا باقيين في المطارده، لان بيناتنا وبين الفريق اللي كيتصدر الترتيب نقطتين، فإلى احتفظنا بهذا الفرق ديال النقاط كيمكننا ربما نوصلوا حتى لكوت ديفوار، وحنا في امكاننا ولو انه يعني حالات تكون صعيبه. فحسب هذا الشيء كله انا ما كنسبقوا شويه الاحداث الان، اللي خاصكم تفهموا واللي خاصكم نطلبوا منكم تايدوه كيف ما كان الحال، حيت الان الامر تحسم، ولو ان كاين بعض الناس اللي كنفهموهم وانهم كانوا ربما يفضلوا مرشح واحد اخر، وما كاينش شي غير الزكي، كاين انصار سي فخير وانصار سي العمري. فاليوم حنا في واحد الحاله بحال ديال الكوموندو اللي خص يساهم فيه الشعب كامل، كل متتبعين ديال محبين كره القدم خاصهم لابد يشوفوا كيفاش يساندوا هذا الفريق. كان خاطئ، كان المفروض ان الجامعه تنصت للشعب المغربي كيطالب بالشاكي السيد. اليوم كاين احتجاجات في مدينه الدار البيضاء الان تطالب بالمدرب بدو الزكي، يعني كيف سترد الجامعه على المطالب الشعبيه للجمهور؟ الوغ طاقم كيف ما كان الحال اليوم كاين المدرب السابق اللي كان جا مع المساعد ديالو مع المعيد البدني ديالو، فبالذهاب ديالهم بثلاثه. طبعا كاين جوج ديال المناصب على الاقل اللي خاصهم يتخلفوا. من بعد سي رشيد طوسي واحد الراجل الحمد لله ما جايش يعني من بلد واحد اخر، وعنده يعني معرفه، كيعرف هاد الناس اللي كاينين الان. عندنا الناس في الفريق الوطني الاول حتى في الفروق الاخرى اللي هما كيقوموا باعمال ديال كيني ديال البريباراتور فيزيك ديال هادشي كله اللي على بالكم، وعنده ربما افكار اخرى. حنا كيف ما كان الحال اليوم خاصكم تعرفوا ان كل ما تطلب يعني من اجل ينجح يعني هذه المهمه الصعبه اللي غادي يقوم بها، وكنشكروا حيت قبلها يعني تلقائيه، وهذا الشيء اللي جعلوا ربما الاختيار يجي في الاسم ديالو. فكل ما طلبوا وكان معقول كتعرفوا هذه الحاجه ما غاديش يمكن لكم تخالفونا فيها، ان الجامعه عمرها ما كانت واحد الجهاز اللي كيدير عراقيل المدرب باش يحاول ينجح في المهمه ديالو. سمحوا لي، شكرا.